بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لأمنا قلنسوة، أبنائها، بناتها، شيبها وشبانها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تخفو عليكم الأوضاع الصعبة التي بتنا نعيشها كواقع مر لا يطاق في مدينتنا الحبيبة قلنسوة. تعددت المشاكل ومعاناة الناس ظهرت بأوجه عدة، منها مستوى التعليم المتدني، مشكلة الأرض والمسكن، البنى التحتية المتهالكة، مشاكلنا البيئية، الأمن والأمان، تهميش الشباب والرياضة، والكثير الكثير مما تندى له الجباه. ومما يثقل كاهلنا أكثر هو شح الميزانيات وسياسة الحكومة الحالية وسابقاتها من توجهات عنصرية وتضييق للخناق علينا كأقلية عربية في جميع مناحي الحياة. في هذه السنة وتحديدا 30 أكتوبر 2018 سيمر على البلد يوم مفصلي سيحدد ماهية المجريات فيها لخمس سنوات قادمة. وبالنظر إلى الوضع القائم اليوم وفي سنين سابقة، كانت دائما فئة الشباب في البلد مهمشة وتعاني من فراغ سياسي في هيكل البلدية وجميع منظوماتها المختلفة. شريحة الشباب التي تعتبر من أهم ركائز المجتمع وتمثل الحاضر والمستقبل القادم لبلدنا الحبيب، لا بد وأن تتم مشاركتها في القضايا المحورية التي لها وقع ملموس على مجريات الحياة في بلدنا الحبيب. ومن باب المسؤولية والحرص اتجاه مدينتنا أولا وأبنائنا وإخوتنا وأصدقائنا ثانيا، ارتأينا أنه من واجبنا القيام بانتزاع هذا الدور والسعي لتغيير النسيج السياسي. ولأول مرة في تاريخ بلدنا، بواسطة إقامة قائمة شبابية للعضوية تنافس في الانتخابات القريبة بإذن الله. أقسمنا على استلام راية القيادة، نحن الجيل القادم وأمل المستقبل، ونتعهد بأن نبدأ مسيرتنا السياسية بقدمنا اليمنى. بوصلتنا هي مصلحة قلنسوة على العهد مع قائمة العهد. القائمة تأسست على يد كوكبة من الشباب جمعتها صدفة طيبة ووحدهم ألم مشترك، وهو حال بلدنا الحبيب وحاجته الماسة إلينا. وجدنا أنفسنا أمام خيارين، أولهما أن نكمل مجريات حياتنا على نهج سابقينا، وبذلك نترك الفساد يتدفق كالبحر على جراحنا الدامية، وهذا هو الخيار الجبان. ولكن أبت علينا أنفسنا إلا أن نقف شامخين بوجه الصعوبات جميعا، نتحداها ونطوع الرياح لشراع سفينتنا. تعهدنا أن نجري الرياح كما تشتهي سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه ولو حاربته الإنس والجن. أسمينا القائمة قائمة العهد، وكما هو اسمها هو عهد قطعناه على أنفسنا أمام الله أولا وأمامكم ثانيا، بأن تقوم القائمة على العمل الدؤوب لإدخال ممثل من شريحة الشباب في البلدية. قائمة العهد هي قائمة مستقلة لا تتبع لأي مرشح رئاسة كائن من كان أو أي حزب سياسي محلي أو قطري، تضم شبابا من جميع عائلات البلد. قائمة العهد تؤمن بمصلحة قلنسوة أولا وبالشفافية كنهج حياة، تنادي بوضع الشخص المناسب بالمكان المناسب وعلى أسس مهنية بحتة. قائمة العهد تؤمن أن العائلية هي صلة الرحم وصلة القربة بين أبناء العائلة الواحدة، تجمعهم على قلب رجل واحد في السراء والضراء، وترفض استغلالها على يد أي شخص كوسيلة للتفاوض وتحقيق المصالح الشخصية على حساب أبناء العائلة والمساومة على حقوقهم ومستقبلهم. وبدنا الشباب اللي تشد حالها في البلد هاي، لازم هي اللي تمسك الوضع هون. بس مش بس الملعب والرياضة، كل شيء ببلش من التربية والتعليم، والرياضة جزء لا يتجزأ من التربية والتعليم. واليوم عندنا شباب وجيل صاعد اللي ما فيش فرق أو ملعب أو نوادي أو أي إشي اللي يحتويهم. هذا الإشي لازم يجي بأقرب وقت ممكن. وهسا أنا شخصيا بنضم وبدعم قلبا وقالبا، تعهد لأجل هذه الشغلة، وإحنا جايين نوعي ونحارب، نحارب الفساد، الفساد اللي جابنا لهذا الوضع وبكفي.
قائمة العهد بدأت كفكرة تجاذبها الشباب الحر المسؤول، كل من قسام سلامي، شادي نطور، عبادة جاسر سلامي، ضياء عبد الكريم تاي، عبد الرحيم جاسر عودي أبو الثائر، إسماعيل حسن ربوس، مصطفى محمد خطيب أبو السعيد، محمود محمد جيوسي، أمير محمد جيوسي، شادي عبد الرازق سلامي، ورشيد حكمة عودي. أحبائي أبناء بلدي الحبيب، لجميع شبابنا وشاباتنا، من باب الحرص على الشفافية وعدم احتكار قائمة الشباب في شخصنا فقط، وإيمانا منا بأنه علينا ومن بداية الطريق أن نسلك الطريق الذي ينيره شعاع الحق، الصدق والأمانة، نتوجه إليكم فردا فردا كل من مكانه أن تشاركونا في بناء قائمة العضوية ككوادر وقياديين لمن هو أهل لذلك. لأول مرة في تاريخ مدينتنا السياسي تقوم كوكبة من الشباب المسؤول أحرار وذوي نظرة مستقبلية بمبادرة شجاعة لتغيير واقع مر، ولننهض بقلنسوة إلى مستقبل واعد عماده الشباب. نحن وبواسطة هذا البيان نتوجه إلى شريحة الشباب، إلى كل من أراد أن يصل بصوته وفكره إلى أصحاب القرار ولم يملك الفرصة، ها نحن ندعوك إلى أن تشاركنا في كتابة تاريخ جديد لبلدنا، وأن نرتقي معا لنصعد قمم الجبال، فقد سئمنا العيش في الحفر. قلنسوة تحتاجنا لكي نرتقي لأعلى القمم. العهد، من هنا تبدأ الخارطة، من هنا تبدأ الخارطة لقلنسوة أفضل، نرسمها بالصوت الحر، نتمرد على الوضع القائم ونتمرد على النهج الخاطئ المتبع. العهد لا تساوم، العهد لكل كلنسوة، العهد لكلنسوة أفضل، العهد لشباب كلنسوة، لكل كلنسوة. تواصلوا معنا بجميع الطرق المتاحة، وبإذن الله سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين الشباب قريبا، ومن بعد إتاحة الفرصة لجميع الشباب والشابات بالمشاركة. والله ولي التوفيق. شادي عثمان نطور أبو عثمان. ومين رح يرد التاريخ بصباته؟